السلام عليكم. درهم اخوة درهم. اه السلام عليكم اخوان واخوات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو خاص بالاعلاف ان شاء الله. لونسيلاج بالحب ديالو داير درهم هنايا في سوق لاربعة الصخور كما تشوف. الله يسخر الله يسخر. درهم باش كيبيع هذا السيد، الله يسهل عليه. لونسيلاج الله يسخر فرحة سير اخويا الله يسهل عليكم، الله يسهل على الجميع. الحاجة اخوان شرات في الصب 11 و50 زوينة زوينة 57 درهم ونص. كدير الثمن تاع العلف طالع 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 نخولة راها 24 100. ايه زيد ايه الشمندر الشمندر راها 80 ولا 84. هكاك 84 زيد الشعير 63 الشعير 63 الدرا 70 ريال الدرا 70 ريال. ايه عمي الله يسهل عليك. اللهم امين. الله يقدرك على كسيبتك. اللهم الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. 12150 دابا على حساب كل السلعه وثمنها، ماشي غادي هذه راه كل بال مليح هاكا دوكا لا بال مليح ومدكوك مزيان ياك؟ مدكوك مزيان نهار نعم. الثمن قلتي 12 و50. 12 و50 بعتي دوزتي شويه؟ اي سيري كنسكتو. الله يسخر. 100 بشويه. كاين الثمن في الاعلاف كساب كيتشكى. كساب الله يكون في عونه. ياك؟ صراحة الله الناس كتسنى المطار من الله سبحانه وتعالى يدير فراج ديال الشتاء، الشي راه حار، الشي راه باقي. الماكلة غالية على الناس. المواطن البسيط غلات عليه الماكله، ولا بيني وبينك البالا دابا ب 60 درهم 62 درهم ونص. شحال خاصو منها في النهار؟ شحال خاصو؟ عندو الكثره راه كيوكل 6 7 8 حتى 10 وكاين اللي كيوكل اكثر. اللي عندو خاصو يكون عندو ستوك، الا ما كانش عندو ستوك ياكل العصا. سالي ياكل العصا نيت هذاك ستوك ونبدلو حاجه اخرى راه. دابا هذا الشيء علاش كتلقى البهايم زايده شويه في الثمن؟ زايده في الثمن كاين بهيم زايده في الثمن، وكاين بهيم دابا اللي كتستهلك الماكله بزاف بحال البقره وبحال النعجه. الا ما عطيتي دابا البهيم الا ما عطيتيهاش استليتي فيها بهذا الشيء ديال الفصه وفوراج وداكشي راه غادي تموت. غادي تموت ياك ولا تموت؟ ويني غادي تنقص حتى نهار توقف عليها ما غاتجيب لك والو، ما غاتلقى فيها ما تبيع. ثانيت غادي تصير الفلوس، وراه نهار اللي بغيتي تشد الفلوس راه تقدر تشدهم في البهيم. طلبوا الله سبحانه وتعالى يحن علينا بالمطر. اللهم امين. الله يرحمنا بالشاي ان شاء الله الاخوان، والتحيه لكاع الكسابه من هذا المنبر هذا. تحية كل كساب كيتقاتل مع الكسيبه ديالو كيحافظ عليها تبقى صحيحه، كيخسر عليها من جيبه نجيبو. ادخل دابا الرحبه كاين شي بهيم بحال الورد تقول حتى ما كاينش الجفاف. الناس مضحيه بالنفيس والغالي كتقاتل ما نعاودوش هذا. بحال الدراري نيت حاجه ما خاصها. الله يرضي عليك والله يسهل عليك حتى تبيع وتشري ان شاء الله وتروح سالم. ديال الطيم الله عبد الله. خلي له من نميرة التليفون، شي واحد اللي بغى شي سلعة يعيط لك تجي توصل عليه. هنايا ما يحتاجش يبقى هو. الله يسخر الله يسهل الله يسهل عليك الله يسهل عليك. الله جبتي سير قلت لي شريتيها ب 12 و50 بالشراء. كاين 11 و50 كاين 11 كاين 12 على حساب الجودة. السلام عليكم. ما اكل كل حاجه على وجهها الاخوان، كل حاجه على وجهها. مشاري مسكين غادي بما وكلم. كما قلت لكم تحيه لكاع الكسابه، تحيه لخويا فريد من هذا المنبر هذا، تحيه لكاع المتتبعين ديالنا اللي كيديروا حتى هما الكسيبه. الله يسهل على الجميع والله يحفظكم الخوت ونهاركم مبروك. 12 و50 62 درهم ونص باش خدا هاد السيد، باش خدا هاد الجوجه. الله يسهل عليه. لونسيلاج شو هذا بالحب ديالو ساوى شحال كتبيع اخويا؟ 21 22. كما قلنا راه كل حاجه وعلى على 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 وجهها. هذاك السيد راه داير له درهم اللي غتشوفوا في الاول تاع الفيديو، هذا داير 21 22. غتكون كاين اختلاف في الماكله. هذه ناشفه وخفيفه وفرشه شويه وازنه. الله يرضي عليك الله يرضي على خويا.
الله يسهل لك المرضي، الله يسهل لك، يسهل يا اخواني، يبيع حتى هو شويه يترزق الله. اللهم امين، الله يعطينا الشر. محنوك بالماكله والله صحيح قهرنا ممكن يلا خويا سليدي انا لا سير احزم 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 تبارك الله. قول لي شحال بعتي اليوم هنا؟ اليوم اخويا بعنا ب 600 550. 600 550 تبن مطحون، مطحون جديد، قمح قمح اييه فلاحتنا حصاد يدينا. الله يسهل عليك المرضي. ايوا سيد الله نحسكوا له على الخير. تبن عندك زوين تبارك الله. تبن مليح ما نعاودوا هضره صاحبي جامعين وبيدينا الدار من الايتام مبارح احنا وليداتنا. الله يسهل عليكم مين. الله يسهل عليكم في هذا الشهر. الله يعطينا شي شبعات على الشهر ان شاء الله. امين. هذا الشيء ما يفرحش. الله ما يفرح بنا صاحبي، هذا الشيء ما يفرح، احنا ما باغينوش كاع هذا الشيء نحملوهم عاملين مع من ربي غيثنا. امين امين. تخلينا من نمره التليفون لعل وعسى شي واحد يبغي يتبن. مازال عندك في الدار؟ باقي عندي شي شويه. خلينا من نمره 06 50 50 80 80 05 05 34 34. الله يسهل عليك المرض. الله يسهل عليك. تبارك اخوان ديال الشعير تبارك الله. 400 400. كيبيع ب 20 درهم تبارك الله. تقدر تخلي لهم رقم التليفون لو بغى شي واحد شي بال ولا شي حاجه تواصل معاه. ايه شحال لا هانيه 06. قول لي اقول النمره كيسولك حسيبها غير شتم لا بغى شي واحد شي تبن شاف تبن وعجبو يعيط لي 06. ايه كم؟ ها؟ 076 76 73 47 67 600 عاود لطيف البال تاع الشعير. خليكم معايا الوالد انا نشوف معاه. والله يسهل عليكم، الله يسهل عليكم في هذا الشيء تبيعوا بالرباح ان شاء الله. ها يسطي عندهم الله يسخر. ماشي مشكل. بال ديال القمح. قمح ديال البلاد. ديال البلاد. بوزيري. ولاد بوزيري. مرحبا بالناس ولاد بوزيري. مشرفين. الله يحفظك. شحال كتبيع؟ كنبيعوا ب 420. 420. نلوحوا لكم اخويا بغيت تفرجوا. 420. تبارك الله. مين مشارجي يا رشيد البال؟ لاس والله يسخر لك اخويا رشيد تبارك الله. اخويا رشيد خلي لهم رقم تليفون شي واحد يكون باغي البال ولا شي حاجه. 06 06 78 78 19 19 00 92. خويا رشيد ياك نشد عليك. قال لي نشد عليك ما كاينش مشكل. مرحبا. كي داير السوق اليوم؟ الله يجعل البركه. مزيان ياك الثمن مزيان الشاري شويه كاين شويه. يلاه يجعل البركه هي كل شيء. والله يرحمنا الله يرحمنا. الله يرضي عليك. الله يسهل عليك. الله يسخر ليك الفج ياك. الله يرضي عليك. الله يسهل عليك المرضى. والله يسهل على الدراري يا اخوان. الله يسخر. 420 والله يسهل لك اخويا رشيد. الله يجيب التيسير. هذا اخوان قمح تاع برا غير محشوش. هذا محشوش هذا. والثمن خنشة ولا ما 500 الخنشة ولا 600 الخنشة. لا 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 350 اللي عطاونا. الله يرضى عليك. 350 جيب لي اياها بالخاوي. شحال انا باقي انا غادي شي خنشة. الله يرحمك. شحال بعتي؟ ايوا انت عندك الاولى عندك 500 ماشي راك عندك تفوت من هنا. لا لا انا مازال. شحال بعتي؟ 300. لا ما عطاونا الصباح كيعطيونا 300. باقي ما بعتيش؟ باقي عندك شي حاجة في الدار؟ قليل قليل هذا الشيء. قلت لي عندك هذاك الشيء قليل.
300 ريال 350 هاكاك هما عاطين 300 حتى قلت لهم 350 عطاو 15 درهم قال لهم 17 ونص شوف بغيتي تخليش انت ومليح هذا في الماكله ما يخليوش منه حتى حاجه ترى العود ما يخليش العود ما يخليش باينه حلو باينه وما عندكش منه الكثره في الدار كون كان شي حاجه ولا شنو كون كانت عندك كثره تخلي النمرة التليفون شي واحد يبغي يشري ولا شي حاجه والله يسهل عليك في هذا الشيء تبيعه بالربح ان شاء الله بعدا في هذا تاخذ فيه مباراه الله يسخر